بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. نشارك معكم اليوم وصفة مطلوع رائع خفيف ريشة وناجح من أول تجربة، ديروا به حالة في رمضان إن شاء الله. مطلوع بالفارينة سهل وسريع واقتصادي وناجح 100%. تابعوا معي الفيديو ونروحوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. إذا نحتاج لوصفة المطلوع 1 كيلوغرام من الفارينة أو الدقيق الأبيض، نغربلوها هكذا، نضيف عليها ملعقة كبيرة من خميرة الخبز وملعقة كبيرة من السكر، نضيف عليهم كمية من الماء الدافئ ونخليهم يتفاعلوا شوية. نزيد نضيف نصف كاس زيت نباتي أو زيت زيتون، ونضيف عليهم ملعقة كبيرة من الملح تكون ممسوحة هكذا، ما تعمروهاش بزاف. وضفت عليهم نصف ملعقة كبيرة من الفاني، هذه كإضافة فقط، تقدروا تستغناو عليه. وضفت عليهم كيس من خميرة الحلويات ما يعادل 10 غرام يمد خفة للمطلوع. نخلط كامل المكونات هكذا مع بعضاهم ونجمعهم بالماء الدافئ. نجمع هكذا العجينة ونضيف الماء بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية هكذا كما تشوفوا. كمية الماء اللي استعملتها هي 2 كاس زائد كاس إلا ربع، أي 550 ملل. الكاس اللي استعملته هو تاع 200 ملل. ندهنوا اليد هكذا بشوية زيت ونزيدو نجمعوا العجينة هكذا باش ما تلصقش في اليد وتاني تلم بكل سهولة. شوفوا كيف تلمت هكذا ورجعت ملسة وما بقاتش تلصق في اليد. نغطيوها ونخليوها تخمر حوالي 20 دقيقة. بعد ما تخمر شوية هكذا نعود نفرغوها من الهواء هذاك أو نديغازيوها. نخبطوها غير شوية هكذا ونلموها هكذا باش يخرج لها الهواء للداخل، هكذا باش يخرج الهواء اللي فيها وفقط. ونزيد نغطيها ونخليها تخمر مرة تانية حوالي 20 دقيقة. نخليوها هكذا حتى يضعف الحجم تاعها شوية، ثم نفرغ منها الهواء مرة أخرى. نديغازيوها هكذا بالطريقة هذه. نستعملوا الطريقة هذه تكفي بلا ما نعجنوا العجينة تاع المطلوع اللي نحضروه بالفارينة، ويجي هايل، يجي خفيف ريشة ومتقب من داخل. نرشوا سطح العمل بشوية فارينة فقط ونقسموا العجينة إلى 5 قطع أو خبزات. تجينا 5 خبزات متوسطين، ماشي كبار وماشي صغار. وبالنسبة للمبتدئات تقدروا تديروهم أصغر هكذا باش يجيكم ساهلين كي تطيبوهم. تقدروا تديروا حتى 6 خبزات. والمطلوع تاع الفارينة ساهل وسريع، ليه توجدوه، ما ياخدش كامل الوقت بزاف. نكوروهم هكذا، نرشوهم غير بشويه فارينه باه ما يلصقوناش فقط فوق سطح العمل، ما تكثرش الفارينه باش ما تجفش العجينه. بعد ما نكوروهم هكذا نخليهم يرتاحوا حوالي 5 دقائق فقط، ثم نبسطوهم هكذا باش العجينه تريح شويه وتجينا ساهله كي نبسطوها، تجيكم دائريه. تقدروا تحلوها بيديكم بكل سهوله لان العجينه طريه. دائما نبداو بالكره اللي كورتيوها في الاول لانها تكون ارتاحت اكثر. دائما نرش سطح العمل بشويه فارينه باش ما تلصقناش كي نبسطوها. نبسطوها بالطريقه هذه او نحلوها هكذا بالحلال. شوفوا العجينه كي يكونوا نبسطوا فيها تكون دير هذوك الفقاعات، يجي المطلوع من بعد خفيف واسفنجي ومتقب من الداخل او منفج. نبسطوها دائما بسمك متوسط، يعني مخشينه ما رقيقه، حوالي من 5 إلى 6 ملم. ما تبسطوهاش خشينه بزاف وما ديروهاش تاني رقيقه. اعدلوها هكذا، ديروها بشكل دائري. كي تكملوا هكذا رشوها بشويه فارينه وحطوها سواء فوق ورق بلاستيكي هكذا او فوق سرفيطه او طرشونه، وغطيوها وخليوها ترتاح. وبالنسبه للمبتدئات تقدروا تحطوهم فوق ورق الطهي او البابي كويسون باه يجيكم ساهل كي تحطوا المطلوعات يطيبوا. ما تكثروش الفارينه باش ما تجفش. كي تكوروها مليح وتخليوها ترتاح شويه ومن بعد تبسطوها تجيكم هايله، تجيكم دائريه. تبسطوها هكذا بكل سهوله، حطوها فوق ورق بلاستيكي او فوق سرفيطه او منديل تاع المطبخ، وغطيوا المطلوعات كامل وخليهم يخمروا 10 دقائق فقط. بمجرد ما نكملوا نبسطوهم نروح نحطوا الطاجين يسخن، نسخنوه مليح ونبداو مباشره نطيبوا العجينه اللي بسطناها المره الاولى لانها تكون ارتاحت اكثر. اذا نطيبوا المطلوع هكذا، الطاجين يكون سخون مليح، ومن بعد نقصوا النار نديروه على نار متوسطه ونبداو نطيبوا في المطلوع. نحطوه هكذا بالطريقه هذه، بمجرد ما تحطوه يبدا يطلع.
يتضاعف الحجم تاعو. شوفوا كيفاه ينفج من داخل وينتفخ، ودير فيه هذيك الفقاعات. خليو هذوك الفقاعات ما تتقبوها، مش هذوك هما اللي يديروا كم الهواء لداخل، ويجي المطلوع منفج لداخل او متقب. كي تشوفوه بدا يتحمر شويه من الاسفل اقلبوه، نضغطوا على الاطراف شويه فقط، يعني نضغطوا عليهم بخفه هكذا باش يهبطوا ويتلصقوا في الطاجين، وتيجي الخبزه مستويه من الاسفل وتطيب كامل كيف كيف. ما تخليوهمش عاليين، ومن بعد تطيب لكم في الوسط والاطراف يبقاو عاليين يبقاو بيوضه. نكملوا نطيبوا الخبزه هكذا، كل مره نقلبوها حتى تتحمر من الجهتين. كي تتحمر هكذا نحيوها ونزيدوا نحطوا الخبزه الثانيه. من بعد نوري لكم كيف تحوشيهم او كيف تطيبوا لهم الاطراف تاعهم. شوفوا كي نحطوها في الطاجين كيف تنفج وتطلع، شوفوا كي هذوك الفقاعات كيف يديروا لداخل. هذا اللي يخلي الخبز لداخل يجي خفيف او المطلوع. شوفوا من الاسفل كيف تبدا تطيب او تبدا تتحمر شويه، وفي الاطراف يرجع اللون تاعهم شويه شفاف. لتما قلبوا الخبزه اقلبوها، شوف كيفاه طلع وجه هايل، يتضاعف الحجم تاعو هكذا ويجي خفيف لداخل ويجي اسفنجي وخفيف ريشه. انجح مطلوع ممكن تديروه، وصفه مطلوع ناجحه 100%، واسهل منها ما كاش. تقدروا تطيبوهم كامل هكذا ومن بعد تحوشيوهم هكذا بالطريقه هذه. جيبوا هكذا كوكوطه او برمه تكون ثقيله، حطوها في الطرف، تقدروا تحطوا فيها شويه ماء باه تكون ثقيله ما تتحركش، وتحطوا هادو الخبزات تسندوهم لهذيك البرمه او الكوكوطه، تحطوهم هكذا حدا بعضاهم بالطريقه هذه، ومن بعد تبقاو تدوروا فيهم حتى يطيبوا لهم كامل هذوك الاطراف. هذه الطريقه مليحه خاصه للمبتدئات، يعني باش ما يتحرقوش يحطوهم هكذا ومن بعد يدوروا بشويه بشويه حتى يطيبوا كامل الحواف تاعهم او يحوشيوهم هكذا حتى يطيبوا كامل الاطراف. هذه اسهل طريقه باش تحوشيو المطلوع هكذا، تحطوهم كامل هكذا مع بعضاهم وتدوروهم في نفس الوقت، يجيكم ساهلين ويطيبوا مع بعضاهم كامل. شوفوا كيف طابوا وتحمروا كامل كيف كيف، جاو هايلين. هام المطلوعات كامل طابوا كامل كيف كيف وتحمروا كامل كيف كيف، جاو من اروع ما يكون، خداو لون احمر هايل شباب. وهاي النتيجه النهائيه تاع المطلوع تاع اليوم، مطلوع الفارينه رائع، ساهل وسريع، ليه توجدوه ويجيكم ساهل بلا ما تعجنوا بلا ما تدلكوا. تم تحضروه ويجي خفيف. شوفوا هنا نقسمه معاكم، شوفوا شحال جا خفيف، يجي هكذا خفيف وقطني يشبه في البريوش. شوفوا كيفاه جا مثقب واسفنجي، جا مطلوع كي الشهدة. في الاخير نتمنى عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وصفه مطلوع تاع الفارينه من اروع ما يكون. نتمنى تجربوه خاصه في رمضان ان شاء الله، وصفه تستاهل التجربه، ناجحه 100%، مطلوع ناجح من اول تجربه. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا له جيم وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، وتفعلوا الجرس هكذا باه يوصلكم كل جديد. وشكرا لمشاهدة الفيديو، وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر مع وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.